مساكم الله بالخير أحبائي المشاهدين، نحييكم وبرنامج ما جينا يا ما جينا الموسم الثالث، ورمضان كريم وصيام مقبول وكل الهلا بيكم. هم هذا يمكن أروح أبدله أسترلي، خلو أروح أبدله والبس العتيق أسترلي. يا أبا يا أبا وينك محمد؟ إيه؟ يمكن كنت اشتغلت تيشيرت جديد، شلون يمكن يمكن. لا يا معود اخوي حجي بشار، الله وكيلك هذا التيشيرت اشتغلتونه من البالة ب 500 دينار. ويش هذا؟ ايش تحل وفاك بشار؟ وليش كنا عملت؟ وانت للي براغب جينا نتشترى نطالب. يوميا تقرب راسه. يا بدي اتزوج قبل ما اموت. إذا أتزوج أريد وحدة تاكل بخومل أبغاه. خومل أبغاه. خومل أبغاه. هي وعدتني شو يقول؟ بس أصل بيتك يا باقي دنفش الدنيا بساقي واضرب اللقمة وقي وان علبه اللي يجي على البغي. تشيس من طينك ما جينا يا ما جينا حل تشيس من طينك. المثل غير لا يهش ولا ينش. هو مثل ما قالوا يعني المعنى ماله واضح، لا يجيب الخير ولا يدفع البلاء. جينا نشترى نطالب واللي تبي الطالب عينا، جينا نشترى نطالب واللي تبي الطالب عينا. وهاي ايضا تلبس هكذا هاي، وهلا بالعريس ويغنوا له ورد حق صوت ناصي هي ويتباهون بينو اصدقائه ويروحون على حمام السوق ويتباهون بينو ويغنوا له يسبحونه.